كلنا مواطنون وكلنا سواء في هذا الوطن. والمناسب لا تدوم وإنما تزول. لا يبقى للإنسان إلا عمله في هذه البلاد. وأنتم قد سمعتم ما جاء في بعض خطاباتي السابقة أنني أتمنى أن على اليمن مثل تركيا أو مثل ماليزيا. يعني يجب أن أتمنى أن أشارك مع كل الناس الطيبين في بلدنا من أجل بناء اليمن. وأبكي لأنه أشوف الأوطان مقرقة بأي حال وأشوف بلادي بأي حال. هذا كله من صلح 30 سنة الماضية. أيام تقول يا إخواني أنا لن أسمح لأحد أن يجد ثغرة واحدة يدخل منها ويتهمني أو يطعن في شرفي أو بزاعتي. وأنا أقول مع هذا لا يسلم الشرف الرفيع من الأداء حتى يراق على جوانبه الدولة. مستعد أيضا للمحاسبة والعقاب إذا كنت إذا أخطأت. هذا وطننا يجب. أنا أحب وطني أكثر من أسرتي. أنا أعني كل الواحد أن سعادة أسرتي وأولادي وأحبابي من سعادة وطني بصراحة بأمانة من سعادة كل أبناء هذا الوطن. أتمنى أن هذا الشهادة أنا عندي أن يجب أن أبلغ إحسان الاثنين إما الشهادة إما النصر وإما الشهادة. أمل نبه كبير تبعد الظلم على الحجين الحجين خارقة في ظلم.